السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عندي لكم واحد السؤال حيرني، بغيت نسولكم انت ولا انت اللي كتفرج فيا، اشنو كتسنى باش تهاجر كندا؟ واش عارف على ان انت في كاع المواصفات كاع الشروط باش تقدر تقدم في احسن برنامج ديال الهجره وتجي عن طريق الاقامه الدائمه؟ ايه انت ولا انت اللي كتفرج فيا، راه عندك الشروط الاساسيه، عندك لاج، عندك الاكسبيريونس، عندك لو ديبلوم، خاصك غير تدوز امتحان ديال اللغه ودير معادله الشواهد. دونك انا كنسول هذا السؤال وكنقول اشنو كتسنى باش تهاجر لكندا؟ انت ولا انت راه في كاع المؤهلات، خاصك غير توكل على الله، حيت حنايا المغاربه كنهضر على المغاربه بشكل كيخلعونا داكشي ديال الباباراس، داكشي ديال لي دوكيمون، داكشي ديال وجد لي دوكيمون، دوز امتحان كنستريساو، كيخلعنا داكشي شويه. ملي كنسمعوا عندك امتحان ديال اللغه كتولي كتقفقف، علاش غتقفقف؟ علاش غتخلع؟ راه خصك دير بالك لان كندا راه هي محتاجاك، محتاجاك انت ولا انت، ماشي انت اللي محتاج كندا. لا انا فاش جيت هنايا في الاول كيكتحب ليا حقه، راه كندا انا اللي محتاج نهاجر كندا، راه انا اللي خصني نتقاتل. لا كندا هي اللي محتاجاك. واش فراسك على ان هذا العام هذا كندا جابت اكثر من 500 الف مهاجر؟ اه وغنوريك لي ستاتستيك في الاخر في لورديناتور. هاد السنه من بعد الكوفيد كندا دارت واحد لو سي ديال 500 الف مهاجر، وهاد لو سي دارته في 2023 وفي 2024. واش فراسك هاد النقطه هادي؟ علاش انت ولا انت ما تكونش من هاد 400 الف؟ علاش ما تكونش من هاد 500 الف؟ وانا شخصيا غادي نهضر لكم على جوج ديال البرامج، برنامج ديال اريما والبرنامج ديال لونتر اكسبريس، هادو هما جوج ديال. انت ولا انت اللي كتفرج فيا راه عندك كاع الشروط، عندك توس كيفو، خاصك غير توكل على الله، خاصك غير تزعم. انا بغيت نهضر لكم على جوج ديال الحوايج، كاينه اونتر اكسبريس وكاينه اريما. هانتوما كتشوفوا دابا انا فين كنتواجد، ها شوف المنظر فاش كنضرب. كاينين جوج ديال الحوايج، اريما اونتر اكسبريس، وباش ندفعوا بهاد جوج البرامج ماشي اسهل ما يكون. وانا شخصيا كنحب لونتر اكسبريس، علاش؟ غنديكم لورديناتور وغنوريكم لي تيراج او سور اللي كيدار في لونتر اكسبريس. كل شهر كيداروا دي تيراج او سور، وعرفتوا لي بوان اللي كيهزوا بهم شحال؟ اخر تيراج او سور تهزوا 330 نقطه مع 335 نقطه. اه علاش ما تكونش حتى مع دوك الناس؟ حيت شحال من واحد كيقول لك اه حق الوادي خصك يكون عندك اكثر من 400. مؤخرا دار تيراج او سور وكان هز تقريبا 2000 و3000، وكان النيفو ديال السكور هابط بزاف. في الديبي ديال فيفري هزوا بنادم هزوا 7000 واحد ب 365 نقطة. باش نهاجر لكندا كاينين جوج ديال لي بروغرام مضمونين وكاع مستشارين ديال الهجرة كيهضروا عليهم. البروغرام الأول هو أريما اللي ساهل واللي بنادم كيختاروا بزاف، وأنا شخصيا جو لو سوجيغ مي كوم دوزيام شوا. لو برومي شوا بالنسبة لي أنا هو لونتر إكسبريس. علاش لونتر إكسبريس هو البرومي شوا بالنسبة لي أنا؟ هو دابا هاد العام تشوف هاد البط هذا ديال لي الطياره برزتني شويه ما خلانيش نركز. دونك علاش كنقول لكم انا لونتر اكسبريس؟ حيت لونتر اكسبريس كل مره كيدير ان تيراج او سور وكيهزوا 2000 3000 5000، وفي الشهر كيهزوا واحد العدد كثير مقارنه مع اريما. اريما دخلت وشفت تيراج او سور ديال جونفي فيفري هزوا في 1000 وشي حاجه، حتى لدابا هزوا 3000، وهما قال لك دايرين اوبجيكتيف اننا نجيبوا 50000 بلوس لي زيتيديون و لي ترافايور تومبوغيغ هي 56500. ولكن حنا في كيبيك راه اوني لوان دو لوبجيكتيف. علاش؟ حيت كيبيك ساتورات عمرات، بنادم ما غيقولش لكم لي دوموندور دازيل، الناس اللي كيجيو عن طريق اللوجو كيفكروا يجيو كيتانستالو في هذه المقاطعه. واش عرفتوا علاش؟ حيت كيبيك كيعطيو لي زالوكاسيون بزاف. وثاني حاجه التطبيب فابور كونتريرمون ا اوتاوا ا لوت بروفانس. لي زوت بروفانس لا بغيتي تمشي تعالج خاص يكون عندك ديزاسيرونس ماشي انكلو. اما هنايا الا كنتي في كيبيك بلي تاكس بالضرائب اللي كيخلصوا كيكون التطبيب بالمجان، كيكون فابور فاديكا غراتيس. هادشي علاش الناس اللي كيبغيو يجيو لكندا كيختاروا، خصوصا اللاجئين كيختاروا كيبيك. هاد المقاطعه المنحوسه اللي انا فيها دايره العصف الرويده في كلشي، في لي دوموند ديال ريزيدونس بيرمانونت، لي دوموند ديال سي اس كيو، لي دوموند ديال باريناج، راها منحوسه في كلشي ومعطله كلشي. هادشي علاش كنقول لكم شخصيا، انا شخصيا كنقول لكم سيروا مع لونتري اكسبريس. علاش لونتري اكسبريس؟ حيت كيختاروا فيه بزاف وكيهزوا بزاف ديال الناس. وهذا الشيء كنقول لكم راه غنوريكم تيراج او سور ديال اريما شحال كيهزوا فيه، والتيراج او سور ديال لونتري اكسبريس شحال كيهزوا فيه. دونك انت ولا انت اللي كتفرج فيا، الله يرحم باباك، ما تبقاش تسنى في الفرصه تجي عندك. لا دوموند
كاينين جوج ديال الطرق، سوا ديرها انت بوحدك وتوكل على الله كما كيديروها بزاف ديال الناس، وكوم سا غتحيد عليك واحد 4 ولا 5 مليون اللي غياخذ من عندك الكونسلتون، اولا غتمشي عند الكونسلتون وغيطلب منك 4 ولا 5 مليون وغيدير لك لا دوموند باش تجي عن طريق اريما او عن طريق لونتر اكسبريس. وباش دير لا دوموند عن طريق اريما او لونتر اكسبريس كاينين واحد الشروط، وهاد الشروط راه اساسيه وانا غادي نقولها لك دابا. الشرط الاول هو لاج، كيشوفوا السن ديالك، السن ديالك يعطوك عليه واحد النسبه ديال السكور. الشرط الثاني هو الدبلوم، الدبلوم ديالك واش مطلوب ولا لا، واش عندك ان دبلوم زوين ولا لا، واش لو دبلوم ديالك ريكوني وغتجي هنايا غتكومبلي هذاك لو بيزوان ديال المانك ديال المان دوفر ولا لا. ثالث حاجه هو ليكسبيريونس، قد ما عندك اكثر من سنه ديال ليكسبيريونس قد ما كيعطيوك دي بوين سوبليمونتير. رابع حاجه هو امتحان ديال اللغه، كدوز امتحان ديال اللغه العام السيل لا مولاتي، ملي كتجي فيه نقطه مزيانه كتوكل على الله، فوالا هادشي اللي كاين. دونك كاين امتحان ديال اللغه كتجي فيه نقطه مزيانه. وخامس حاجه معادله الشواهد، معادله الشواهد ممكن ديرها انت راسك وتصيفط لا دوموند مع الويس ياك دوب في او اس، كدير معادله الشواهد وكوم سا كتهني راسك. امتحان ديال اللغه ممكن دوز امتحان ديال اللغه بالفرنسيه اولا بالانجليزيه، ولا دوز جيهم بجوجهم غيعطيوك بجوجهم دي بوين سوبليمونتير. ولا كانت عندك الزوجه ديالك قاريه وعند قادر تعطيك دي بوين سوبليمونتير مرحبا، ما كانتش ماشي مشكل. وبزاف ديال الناس كيقول لي يونس انا راه خدام شيفور ولكن مرتي استاذه. الا كانت مرتك استاذه خلي مرتك هي اللي تدفع، خليها تكون هي اللي دوموندور برينسيبال، ومني تدفع وتوكل على الله وتخرج ليها ريزيدونس بيرمانونت غتمشي وغتدفع لك انت الباريناج باش تجيبك معاها. دونك ما تكونش بنادم طنق، بنادم خصو يخدم شويه طانطو. دونك الله يرحم الوالدين، هاد الشروط راها كتطبق على اريما كوم كتطبق على اونتر اكسبريس. الحاجه السادسه اللي غادي نقول لكم، انت دفعتي في اريما الا لقيتي اوفر دومبلوا فاليد، يعني لقيتي واحد العقد عمل او لا كونطرا دو ترافاي، لقيتي مشغل اللي قال لك فوالا انا راه غادي نخدمك معايا، غيعطيك دي بوين سوبليمونتير، غيعطيك دي بوين زايدين. اه وكتسمى في اريما كتسمى اوفر دومبلوا فاليد، ولكن انت في اونتر اكسبريس كتسمى اون ديزينياسيون، كتسمى لا بروفانس عطاتك واحد لا ديزينياسيون حيت عندك اوفر دومبلوا. وغالبيه الناس اللي كيلقاو اوفر دومبلوا كتكون الامور عندهم مسوقره، كتكون الامور عندهم مغيزه، هذا هو اللي كاين. ما تبقاوش تحوا في الاغلاط ونبقاو مخبين وكنتسناو وكنقول اه بلاتي خليت من بعد نبقى نروبورتي، كل مره كنروبورتي كنقول هذا الشهر الشهر الجاي هذا العام العام الجاي، وثاني غتبقى تسنى وثاني غتبقى تسنى يا اختي حتى الوقت يهرب، حتى توصلي في عمرك 45 عام، حتى توصلي ل 50 عام، هذيك الساعه غيولي علق الكار فات الفوت هذيك الساعه. هادشي علاش خاصكم دابا ما حد لوكازيون. هنايا لا فامي ها انتما كتشوفوا جينا للورديناتور، وفاش كتجي للورديناتور كتقول في جوجل كتكتب انفيتاسيون بريزونتي اون دوموند، زعما ليستوريك ديال لي انفيتاسيون. هنايا في ليستوريك ديال لي انفيتاسيون حنا الشروط راه ديجا هضرنا عليهم، لي كريتير ديفالياسيون، كونيسونس دو فرونسي، لاج، لا دوري دو ليكسبيريونس، نيفو سكولير، هادشي كامل راه هضرنا عليه. دابا غنمشيو لي انفيتاسيون اللي داروا، حيت عندنا ليستوريك ديال لي انفيتاسيون اللي داروا من 2019 حتى 2023. وهنايا غنشوفو في 2024 شحال ديال الناس اللي قالوا ليهم فوالا راكم نتوما تختاريتو خاصكم تدفعوا الاقامه الدائمه. وهنايا ها نتوما كتشوفوا في 25 جانفي 2024 هما صيفطوا لانفيتاسيون ل 1007 ديال الناس، 1007 ديال الناس، وهنا كاتبين اوسي حتى السكور، يعني هزو اليوم باش هزو في التيراج وشوخ 615 نقطه. وراه شرحت لكم في الفيديو ديال القرعه الى كندا كيفاش تقدر تحسب السكور ديالك راسك. هنا كاتبين اللوائح ديال لي بروغرام اللي اختاروا منهم، واختاروا في بزاف ديال بزاف ديال الميادين، في الانفورماتيك، في جيني سيفيل، التكنيسيان جيني ميكانيك، خداو لي زونسينيون المعلمين، لي ايد ايديكاتريس، هاو تكنيسيان دونغوجيسترمون اوديو، لي انفيرميير، les agents de soutien en utilisateur, les services à la clientèle. هادو كاملين تختاروا، وراه غنخلي لكم الرابط ديال هاد السيت في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا بعينيكم. هادي فيما يخص المقاطعه ديال اريما، المقاطعه ديال كيبيك، ها هما عندنا في كل تيراج وسوغ شحال كيهزوا. هذا التيراج وسوغ ديال 25 جانفي، غنمشي للتيراج وسوغ ديال لو 22 فيفري اللي دار الشهر الماضي، هزوا 1007، ها هو 1007 اللي تهزو، والسكور كان هو 608 نقطة.
هذا هو اللي كاين، كيهزو باكثر من 600 نقطه في مقاطعه كيبيك. اما فيما يخص المقاطعه، فيما يخص لونتر اكسبريس ديرني تيراج اونتر اكسبريس، ها حنا غادي نشوفو. وديما هذا هو البرنامج اللي كنقول لكم فازي توكلوا على الله في هذا البرنامج، حيت كيهزو فيه بزاف. مثلا غير في شهر فبراير من 13 حتى ل 29 فبراير، ها نتوما شحال هزو؟ 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000. 9000 واحد اللي تهزو في شهر واحد في البرنامج ديال لونتري اكسبريس. والبوان ها هما لي كونديدا، ها هو بليزيور كونديدا اون 336 بوان. وانت اللي كتفرجوا في هاد الفيديو راه عندكم لي بوان ومدار بيه الدنيا اخبار، وانتم راكم في دار غفلون. عندكم كاع الشروط، هزو مؤخرا في لو 29 فيفريي 2500 ب 336 نقطة، وانت راه عندك قبل هزو 534، 437. في البداية ديال فيفريي هزو ب 365. ها انتوما غتشوفوا هنايا، هاهي فيفريي 2 فيفريي هزو 7365 نقطة. علاش انت ولا انت ما تكونوش من هاد الناس؟ ها حنا غنشوفو. ها هما في جونفي شحال هزو؟ هزو 2000، ما هزوش بزاف، ولكن في فيفري طلعوا لي لا كادونس. هادشي علاش بغيتكم دابا تبداو توكلوا على الله، حيت دابا راه محتاجين ليا العامله وبزاف بزاف بزاف كثر ما كتصوروا. هذا هو الهيستوريك من 2015، ولكن حنا كنشوفو غير 2024 شحال هزو. ولونتري اكسبريس كيهزو فيه بزاف. وهنا غادي نوريكم واحد النقطه عاوتاني مهمه، ها هي في شحال اللي كيهزو. هذوك اللي عندهم سكور طالع 601، اللي عندهم حتى 1200، عندهم 500 600 نقطة، ها هما شحال. أما اللي كيهزو منهم بزاف هما اللي عندهم من 351 حتى 400 نقطة، واللي عندهم من 301 نقطة حتى 350. ها شحال هزو منهم؟ 30000. اللي عندهم 351 نقطة هزو منهم 55000 وغادية. وهكذا يعني الناس اللي كيتختاروا بزاف هما اللي كاينين في هاد الفئة. أما اللي عندهم سكور طالع ها هما راه هما اللي كاينين في هاد الفئات هادو. هادشي علاش راه فامي، هادشي راه واضح وباين. وغنخلي لكم هاد السيت في صندوق الوصف باش تسقيو لي عويناتكم. كنتمنى الكونتينيو ديال لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكون استفدتي معنا من هاد لا فيديو، وكون خديتي واحد العبره واستفدتي وعرفتي شنو هو البرنامج اللي غادي يناسبك. هادشي علاش الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش غير كتفرجوا، بغيتكم تطبقوا هذا الشيء وتدوز لي الارض الواقع، وتجبد لي هذاك البيسي تحيد منه هذيك الغبره وتحله وتشوف كومون سا مارش، شنو هما لي ميثود باش تبدا لا بروسيدور ديالك. بدا وتوكل على الله، راه الخايبه غير البدايه، راه الصعيبه هي البدايه. اي فوا تبدا الخطوه الاولى وتبدا في لي بروسيدور، هذيك الساعه ما تحبسش. علاش؟ حيت حنا المغاربه فينا هذيك النفس وفينا واحد الغيره، وعندنا هذيك اللعبه ملي كنبداو الحاجه خاصنا نكملوها. انا راه كنزعمك وكندير فيك الكوراج وكندير فيك الموتيفاسيون باش تبدا غير الخطوه الاولى. الخطوه الاولى اللي صعيبه، اما لو غيست راه ساهل. دونك توكل على الله، بدا في لي بروسيدور، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل عليك انت والاسره ديالك وتوصل للهدف ديالك. حيت بالنسبه لي انا كنهضره ماشي حلم، غير اوبجيكتيف ا اتاندر. هادشي علاش كنتمنى انك توصل للهدف ديالك وتهاجر لكندا وتسول الوضعيه وتحسن مستوى العيش، حيت انا اللي جابني لكندا هو كرم العيش. الا عندك سؤال خليه لي في كومونتير، ولا غادي نحاول باش نجاوبك. وديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وما يخلعوناش، وانتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب.